بأصوات الموسيقى هذه ومن داخل خيمة صغيرة، يحاول الفنان فهم السقة بآلته الموسيقية الأورج، إخراج صوت القصف والحرب من عقول الأطفال واستبدال هذه الألحان به. يعني الطفل 24 ساعة وهو نايم بصحى على صوت صواريخ وطيران، وانت شايف احنا بنعيش حياة مخيمات، ومن ساعة ما يصحى لما ينام هو نفس يعني الأشياء بتتكرر كل يوم، مأساة. فهمي حول خيمته من كونها ملجأ فقط إلى مكان يبعث السعادة في نفوس الأطفال، أصبحت بالنسبة لهم مركزا يتعلمون فيه الموسيقى بعد إغلاق المدارس وتدميرها وتدمير كل مركز يمكنهم التعلم فيه. وطبعا يعني مع الأطفال انت بتشعر بالحياة، وأطفال وموسيقى وجو هيك، بناخذ سواء إلنا للكبار ولا للأطفال تفريغ نفسي، تغيير جو بالحرب اللي حكيه، محروم من بيته من مدرسته من كل إشي كان متعود عليه الطفل. فإحنا شوية بالموسيقى بنحاول إنه يعني نحكي له لا لسه في أمل، في حياة، غني، طلع، عبر، ترجم. أطفال لم يسمعوا منذ عام إلا أصوات القصف والرعب، فكانت هذه الخيمة ملجأهم، يغنون فيها، يرقصون، يبتسمون في محاولة لكسر روتين الحرب وإعادة أمل الحياة من جديد.